السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب شهر رمضان المعظم. النهاردة بقى ان شاء الله عملنا لكم استمرارا لتحضيرات رمضان، هنعمل الناجتس. طبعا سهل جدا جدا واحلى من بتاع بره مليون مرة، طبعا صحي، هنعمل المكونات كلها صحية، نقدر نعمل كمية ونشيل منها في الفريزر، بجد بجد حلو احلى من جاهز بكتير. عملت جنبه انا شويه بطاطس برضو محمره في الاير فراير، هعمله طبعا بمرتين، مره في الاير فراير ومره في الفرن عشان ارضي كل الاطراف. الموضوع سهل جدا يا جماعه، تعملوا كميه وتشيلوها وتطلعوها وقت ما انتوا عاوزين تعملوها. ادوا لايك ويلا على المقادير. اول حاجه المقادير زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هنبتدي. عندنا دلوقتي احنا حوالي اربع صدور دجاج، ممكن احط الكميه اللي انا عاوزاها وابتدي بقى اخزن عشان خاطر رمضان، عشان الموضوع يبقى سهل معايا. ممكن احط كمان عليها اوراك، لكن اوراك لوحدها ما ينفعش. اوكي، وعندي بقى التوابل كلها، بصوا الوانها قد ايه جميله. عندي معلقه كبيره من نشا الذره، وعندي هنا رشه كركم ورشه كزبره ناشفه وتوم وبصل باودر، وعندي هنا رشه كمون صغيره وثوم ماء وشطه فلفل اسود وجنزبيل وبابريكا وملح ومعلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. ممكن استغنى عن كل الكلام ده، بس ما اقدرش استغنى عن الفلفل الاسود والجنزبيل والنشا والملح طبعا والبيكنج باودر. الباقي ممكن عادي ما نحطوش، بس طبعا بيخلي الطعم تحفه. وعندي انا هنا روزميري وزعتر فريش، مش عندكم خلاص ما تحطهمش، بس انا بحبهم لان بيدوا ريحه حلوه جدا جدا للفراخ وخصوصا الناجتس. هجيب بقى الفراخ زي ما احنا شايفين كده، ابتدي اقطعها مكعبات، يعني مش صغيره قوي، مش مشكله، بس عشان تمشي معايا في البلندر كويس. ابتدي اقطعها زي ما احنا شايفين. اعملوا بقى الكميه اللي انتوا عاوزينها وشيلوها في الفريزر، بتنفع قوي في رمضان. الواحد ساعات مش عارف ياكل ايه وبيخاف لا يبوظ الدنيا، فيبقى عندنا حاجه صحيه شايلينها في الفريزر معانا نقدر نعملها في اي وقت. هجيب البلندر زي ما احنا شايفين كده وابتدي انزل فيه بالفراخ، وابتدي ايه اخد برضو بقيه التوابل اللي عندي كلها انزل بيها مره واحده. اعمل لكم بس انا كميه صغيره الاول، شوفوا الاربع صدور الصغننين دول هيطلعوا معايا كميه كبيره جدا. انتوا بقى طبعا تقدروا تضعفوا الكميه زي ما انتوا عاوزين. اوكي، هجيب بقى كيس ثلاجه عادي جدا، ضربتها ضربتين كده حاجه بسيطه قوي، برضو عايزه قطع دجاج تكون باينه. وهجيب ميه بدل ما احط زيت ولا اي حاجه، ميه، وابتدي يعني ابل الكيس كده بشويه ميه وانزل بالخلطه بتاعت الدجاج او الناجتس. زي ما قلت لكم مش بنطحنه قوي، يعني احنا عايزين برضو قطع دجاج تكون موجوده لسه، مش تبقاش مفرومه قوي. ببل ايدي بشويه ميه وابتدي بقى اشتغل معايا في العجينه كده. مش قادره اوصف لكم ريحتها حلوه قد ايه، وسهله جدا. كل شويه ابل ايدي ميه بدل ما امل ايدي زيت عشان معليش سعرات. واجيب كيس تاني وابتدي افرد العجينه سمك زي ما انتوا عاوزين بقى، عايزينه سمك رفيع تخين، انا بعمله بصراحه وسط، لا رفيع قوي ولا سميك قوي. بفرد كده بالفراده، ممكن بايدي على فكره يعني مش قصه، واي حاجه تطلع ابتدي برضو اضغط عليها واخليها كلها سوا واحد. طبعا لو عندنا بقى احنا كده القطاعات، ممكن نعمل قطاعات بقى الاشكال اللي احنا عاوزينها تبقى شكل كده مرح. لو ما عندناش خلاص نجيب سكينه ظهرها كده زي ما احنا شايفين وهي لسه على الكيس، نبتدي بقى يعني نشكل شكل للسكويرز او المربعات عشان يبقى سهل ان احنا نقسمها وتبقى مظبوطه معانا. اوكي، هاخدها بقى دلوقتي احطها في الفريزر شويه يعني 10 دقايق، وابتدي بقى احضر بقى البريدنج بتاعها او اللي هو البقسومات بتاعها زي ما بيقولوا يعني. ده كورن فليكس طبعا صحي جدا ما فيهوش اي مشاكل وغير معدل وراثيا، ممكن تجيبوه من عند العطار سايب ما فيش مشاكل. تمام، همسك بقى الكورن فليكس زي ما احنا شايفين كده، طبعا هو دي دوره، طبعا ليه سعرات بس طبعا هو اهون بكتير من البقسومات، فاهمين قصدي؟ احط الكورن فليكس زي ما احنا شايفين كده، وبرضو اديله ضربتين مش هنعمه قوي، انا برضو عايزاه يبقى خشن شويه عشان يدي الشكل الكرانشي اللي احنا عارفينه بتاع الناجتس. اوكي، هجيب بقى دلوقتي طبق احط فيه بيضايه واحده بس، معش عندي انا لبن، فحطيت شويه لبن باودر خالي الدسم طبعا وشويه توابل وكملت بشويه ميه. لو عندكم حليب بقى او لبن حطوا عادي على طول يعني. اوكي، هقلب بقى كويس قوي خلاص، وانا متبله البيض باللبن ده كله. تمام، هاخد بقى شويه شوفان كده برضو حبه كامله، اديهم طحنتين بس مش قوي، برضو حاجه بسيطه كده لسه يبقى خشن شويه، وبرضو احطه على الكورن فليكس عشان يعمل ماي بريدنج بقى حلو كده وصحي ومشبع كمان.
خلاص انا كده تمام بالنسبه للبريدنج وهقلبه بس كويس. وابتدي احضر بقى خط الانتاج بتاعي. طبعا كل ده الفراخ في الفريزر تمام. وبدل دقيق الابيض هاخد حوالي 3 معالق او معلقتين حسب ما انتوا عاوزين من دقيق الشوفان، 3 معالق حلوين. احط عليهم شويه توابل برضو عشان يبقى البريدنج برضو ليه طعم من بره يبقى لذيذ يعني. بس خلاص انا كده تمام. لو قمنا دلوقتي عملنا كده كيلو بانيه يعني هيكفينا الشهر الكريم كله، انتوا فاهمين قصدي؟ الناجتس طبعا بيبقى قطع صغيره فالموضوع سهل. طلعته من الفريزر خلاص مسك نفسه شويه، لو قعد في فريزر اكتر من كده هيبقى افضل واسهل بكتير في التشكيل، بس انا مش عندي وقت بصراحه. انتوا بقى قعدوه شويه في الفريزر عشان يبقى سهل معاكم. بصوا حلو جدا متقسم معايا تمام. هعمل بقى الشكل اللي انا عاوزاه. لو زي قلت لكم لو عندكم قطعات بتاعه البسكوت هطلع معاكم اشكال لطيفه جدا. فانا دلوقتي هعمله يعني باي شكل بقى راندوملي كده او عشوائي، وابتدي يعني امشي على الخطوط اللي انا رسمتها الاول بالسكينه وابتدي اعمل الاشكال. ممكن اعمله مربع زي ما انتم شايفين كده، او ممكن اوريكم شكل كمان تاني كمان شويه. همسك بقى القطعه زي ما احنا شايفين كده الاول وابتدي اسويها. مش لازم يكون شكلها متساوي قوي، معروف الناجتس شكله مش بيبقى منظم قوي يعني. اوكي هحط الاول في دقيق الشوفان، هحضر حاجتي كده الاول. ادوا لايك انا معاكم كده، اكتبوا لي كلمتين حلوين في الكومنتس. اوكي هاخد دلوقتي من دقيق الشوفان احط في البيض باللبن، واخرج من هنا على البريدنج الاخراني اللي هو الكورن فليكس والشوفان. ما اضغطش عليه ابدا ابدا ابدا، هسيبها كده يعني براحتها. بصوا الشكل لطيف جدا 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 اهو. هجيب كيس تلاجة، ولو انا عايز احفظه طبعا هجيب اللي هي اطباق الفويل دي، وابتدي اوزع كده واشيلها في الفريزر تقعد معايا 6 شهور ولا يبقى فيها اي مشاكل اهو. كمل طبعا واكرر العملية على السريع كده. مش هتصدقوا الاربع قطع من صدور الدجاج دول هيعملوا معايا كمية قد ايه. كمية رهيبة من الناجتس احنا بنجيبه من بره غالي جدا، وطبعا بقى محطوط بقى فيه حاجات كتير وحشه جدا وبطاطس وملونات ونكهات وحاجات يعني وحشه جدا، وطبعا الفراخ مش عارفين ايه اللي مفروم فيها يعني. في شكل تاني للتشكيل، ممكن امسك حته الدجاج كده عادي زي العجينه كده وابتدي ابططها كده زي ما احنا شايفين، هيبقى شكلها عادي جدا عشوائي جدا ما فيش اي مشاكل خالص فيها اهو. وبعدين هنزل بيها على دي الشوفان. بص هتبقى شكلها شكل الناجتس بتاع بره بالظبط. وعلى فكره انا عملت معاكم قبل كده الستريبس برضو كان حلو جدا، وكانت حلقه حلوه قوي قوي. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، بشوفوها وبقولوا لي رايكم. سهله جدا الطريقه دي، وبجد والله الناجتس عجب بناتي جدا وقالوا لي يا ماما احلى من بتاع بره بكتير. يكفي احنا عارفين الفراخ اللي جوه عامله ازاي. طبعا احنا عارفين سعر الفراخ زاد جدا دلوقتي، فكيلو بانيه هيغرق الدنيا. بصوا 4 قطع عملوا معايا قد ايه كميه ناجتس خطيره، والاشكال اللي احنا عاوزينها كمان 4 بالظبط عملوا كل اللي احنا شايفينه ده. هاخده دلوقتي ان انا احطه في الفريزر. انا طبعا هعمل الكميه كلها دلوقتي ان هي كميه يا دوبك انا وبناتي طبعا، بس بعد كده هعمل كميه كبيره اشيلها لرمضان. انا بس بوديكوا فكره عشان تعرفوا تعملوا ايه، لان بجد في رمضان الواحد مش عارف يعمل ايه وبنخاف نخرب الدايت تمام. هاخده اقعده في الفريزر يعني 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين ابتدي اشتغل بيه. بصوا ده شكله بعد 10 دقايق جامد كده وبقى حلو سهل جدا. هبتدي بقى اقليه دلوقتي. هوريكم طريقتين، طريقه في الفرن وطريقه في الاير فراير عشان نرضي كل الاذواق. عندي انا ورقه زبده او ورق سلك زي ما احنا شايفين، برضه هندهنه. اوكي لو ما عندكش ورق زبده او ورق سلك عادي على اي صينيه، بس ندهنها يعني كام نقطه زيت كده عشان خاطر ما تتحرقش مني. اديكم شفتوا انا ما دهنت يعني ما حطيتش زيت كتير تمام. طبعا الفرن بتكون متسخنه على اعلى درجه، درجة 200، واحطها او ما تاخد لون من تحت هطفي عليها واشغل عليها الشوايه. ما بياخدش يمكن مثلا 16-17 دقيقه بالكتير ويكون مستوي. بس خلاص زي ما احنا شايفين بنحط على الوش كمان كام نقطه زيت زي ما انتوا شفتوا. في الاير فراير برده نفس الفكره، بكون مسخنه الاير فراير قبلها ب5 دقايق عشان تكون نتيجه افضل. لو عايزين ريفيو كويس عن الاير فراير دي هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. واخد الناجتس برده نفس الطريقه بتاعه الفرن بالظبط، وطبعا هعمله على 15 دقيقة درجة الحرارة 180. الشكل اللي كانت في الاير فراير بصوا اخدت بالظبط حوالي 15 دقيقة
وكانت جاهزة معايا بالمنظر ده، لونها جولدي قوي وجميلة ومقرمشها وحلوة جدا جدا. اللي في الفرن لسه فاضل لها مثلا حوالي يمكن دقيقتين ثلاثة، وانا حطيتها في نفس الوقت، يعني مثلا قول من 17 ل 20 دقيقة وتكون جاهزة معايا. هبتدي بقى اجيب طبق التقديم. انا يعني حطيت شوية كابوتشا كده وشوية فجل احمر، وابتدي ارص عليه الناجتس. انا زودت في الكمية شوية عشان خاطر اولادي اهو. طبعا هوريكم اللي في الفرن هيبقى شكلهم عامل ازاي، بس دلوقتي هعمل شوية بطاطس بس كده جنب الناجتس، واروح اشوف الفرن واجي لكم على طول. اللي في الفرن كمان طلع اهو نفس التسوية عشان يبقى رضينا كل الاطراف. عندي دي بتاعت الاير فراير ودي بتاعت الفرن، مفيش اي فرق خالص، مقرمشة وجميلة. هبتدي برده ارصها في طبق التقديم كده، وبالظبط يعني حوالي يمكن 5 دقايق والبطاطس الفرايز بتاعي الصحي برضو يكون جاهز معايا ان شاء الله. لو عايزين تعرفوا اصلا عملت الفرايز ازاي، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. عملتها مره في الفرن وفي كمان مره في الاير فراير، هسيب لكم الحلقتين في الديسكريبشن او صندوق الوصف تشوفوهم. اروح بس اشوف البطاطس وارجع لكم على طول ان شاء الله، ونسمع احلى قرمشه مع بعض ان شاء الله. كمان البطاطس جاهزه معايا، دي حوالي بطاطسايه يعني وسط مقطعها، جاهزه برده معايا اهو. وجبه صحيه كلها على بعضها كده، ما يعني ما تاخدش مثلا يمكن معلقه زيت واحده صغيره كمان، لان انا بستخدم الرشاش ده بيرفق معايا كتير جدا. ولو مش عندكم تجيبوا بقى اي رشاش عندكم قديم ولا حاجه تحطوا فيه زيت، برده بيسهل معانا كتير قوي في موضوع الزيت ده، بيخلينا نقتصد كتير يعني. خلاص ادي البطاطس جاهزه معايا، وادي كمان الناجتس. كده اسمعوا صوت الاثنين مع بعض، بصوا اسمعوا حاجه كده منتهى الجمال وكرانش. حطيت عليه شويه كاتشب، طبعا ممكن نحط مايونيز، كاتشب ده عملت معاه قبل كده. وكمان المايونيز ممكن نعمل صوصات كتير قوي، عملتها معاكم في القناه. هنسمع كده مع بعضينا بقى القرمشه كده ونشوف الدنيا عامله ازاي معانا. حلوه قوي قوي، بصوا من جوه ده الرفيع وده السميك معايا، بصوا من جوه برضو مش عارفه اذا الكاميرا جايبه كويس، لان فعلا فعلا القطعه شكلها حلو قوي مستويه للاخر. والطعم بقى مش هقدر اوصف لكم والله، اصح بكتير واخف بكتير بكتير من اللي بيتباع بره. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، متنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام وتيك توك، وبحبكم جدا. سلام.